صباح الخير على حضراتكم، صباح العزة، صباح الرفعة، صباح الأمل، صباح جديد على حضراتكم يكون مليء دائما بالأمل والعمل زي ما عودنا حضراتكم دائما في بلاط صاحبة الجلالة، وقفة تحليلية مع أبرز ما جاء في صحافة اليوم. وبنبتدي طبعا مع الخبر الأبرز مش بس في مصر للصحف المصرية، لا الأبرز في العالم كله، وهم بنات المجد يجوبون القاهرة. ده العنوان الرئيسي من جريدة الأهرام. أم الدنيا تبهر العالم بموكب المومياوات الملكية لمتحف الحضارة بالفسطاط، السيسي الأجداد العظام صان الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها البشرية جميعا. أما صحيفة الأخبار برضو المانشيت الرئيسي: مصر بتبهر العالم 22 ملكا في موكب مهيب من التحرير للفسطاط، وسيسي يستقبل موكب المومياوات الملكية بالمتحف الجديد القومي للحضارة. معنا عبر الهاتف الأستاذ مجدي شاكر الخبير الأثري. أستاذ مجدي صباح الخير. صباح اللوتس على حضرتك وعلى كل مصر. أنا الحدث بتاع امبارح اعتقد هنفضل يعني القرن ال21 كله اعتقد العالم هيفضل يتكلم عليه، فكان امبارح يوم اعتقد لا يختلف عليه احد، حتى الحاسدين والشامتين اعتقد ما لقوش حاجه زي بيقولوا كده، يعني يقولوا ان هي حاجه وحشه، حتى الناس اللي كانوا عندهم يعني تنمر ما لقوش في الموضوع حاجه وحشه، فزي ما بيقولوا كل تاخيره وفيها خيره. فاعتقد التاجيل اللي تم شويه عشان كورونا اعتقد انه سمح ان الحدث يطلع كما ينبغي ان يكون، فهنيئا لكل من شارك في هذا الحدث، وهنيئا قبل ذلك بمصر اللي هي اعتقد ان هي لو نظمت كاس العالم اللي احنا للاسف كنا ما حصلناش عليه، اعتقد ان تنظيمنا امبارح كان للعالم كله احسن من تنظيمنا لكاس العالم، فهنيئا لمصر وهنيئا لكل العالم بما قدمته مصر البشريه. ودي يثبت حضرتك ان مصر من اكثر من 7000 سنه بتقدم للبشريه العلم والنور وكل شيء جيد، فامبارح احنا قلنا للدنيا كلها احنا جيدين قوي وحلوين قوي، مش بس في الاثار لكن في الاثار والفن، وحضرتك شفت الموسيقى والغناء والفنانين، كان عموما الجو كان يعني مبهر واكثر من رائع، وان شاء الله تكون دي بدايه خير على السياحه وعودتها مره اخرى الى مصر. طيب استاذ مجدي، دي النقطه المهمه جدا، فكره ان انت تنظم حدث مفتوح بهذا الشكل ده يدل على قوه الدوله وقوه الثبات الامني الموجود بيها، وان اعتقد ان هتكون رساله مهمه جدا للخارج ان انت لازم تيجوا مصر، لازم تشوفوا الابهار اللي انتوا شفتوه ده، تشوفوه على ارض الواقع، وطريقه العرض المختلفه كمان هتكون في متحف الحضاره الجديد في الفسطاط، اكيد دي كلها رسائل لازم توصل للعالم. استاذ مجدي والله يا فندم انا اعتقد بعد حدث امبارح اعتقد ان كل الدنيا بقى عندها شوق وعندها يعني زي بيقولوا تلهف ان هي ترجع لمصر، واعتقد ان بعد موضوع الفاكسين اللي معظم دول العالم بدات تديه دلوقتي يعني لشعوبها، اعتقد مجرد ما هياخدوا الفاكسين ويبقوا شبه امنين اول دوله هيفكروا يجوها هي مصر، لان يعني اولا ما حدث امبارح كمان المومياوات، في ناس كتير جدا بتقول المومياوات كانت موجوده في المتحف المصري، بقول لهم لا، في مومياوات جديده ما شفناهاش خالص زي موميه حتشبسوت، زي موميه الملكه تي، ويمكن حضرتك شفت الترند بتاع امبارح بتاع شعر الملكه تي اللي خلى كل دول العالم بتسال مين السيده اللي عندها اكثر من 61 سنه بهذا الجمال وهذا الرقي، فدي يبان ان جدتك منذ الاف السنوات يعني اهتمام غير عادي. كمان مسار العائله المقدسه اللي السيد الوزير فتح فيه ثلاث مسارات من خلال الشهر اللي فات في كفر الشيخ والغربيه والشرقيه، اعتقد برضو ان الحج الديني ده هيبقى مهم جدا جدا، فانا ببشر كل الشعب المصري وكل المؤشرات بتقول ذلك، مش انا فقط بتقول، وكمان القاهره التاريخيه اكيد لان احنا عاملين فيها شغل جدا، فالثلاث اشياء دول سواء او الناحيه الثقافيه في السياحه الدينيه او التجاره التاريخيه ان شاء الله يعني جايه، فاستعد الشعب المصري كله ارجوكم استعدوا، الخير جاي والخير قادم، واعتقد ان الحدث بتاع امبارح اللي هو ان السفن كلها اللي كانت محجوزه في قناه السويس عدت من نصر لنصر، وكل ده بيبان ان انجاز بنسلمه لانجاز اخر، فيعني نفرح نشوف مجموعه احداث اكثر من رائعه بتقول ان هذا البلد هو يعني قادم ثم قادم ثم قادم، فهنيئا لمصر وكل العالم بهذا الانجاز الحضاري الثقافي اللي انا بعتبره اهم حدث ثقافي اعتقد لن يكرر في القرن ال21. طيب استاذ مجدي، برضو بنتكلم على فكره ان انت تشوف الاثار او تشوف المومياوات الجديده الموجوده في متحف الحضاره الجديد، هيكون متاح ان شاء الله للجمهور من يوم 28 ابريل بعد طبعا اجراء مجموعه من التحاليل. 18 ابريل للسبب، لان يوم 18 ابريل هو اليوم العالمي للتراث، فاحنا يعني اليوم العالمي للتراث شيء مهم جدا، كل دول بتحتفل بيه تراثها، فاحنا في اليوم ده هنقدم اغلى تراث واغلى كنز عندنا
ان احنا نوري الدنيا كلها 22 ملك، واعتقد ان مفيش دوله في العالم، يعني انا متاكد ان مفيش دوله في العالم عندها هذا الزخم وعندها، ولان حضرتك كل ملك من دول اعتقد ان كل الدنيا عارفاه، وكل الطلبه في المدارس عارفين مين هو تحتمس الثالث اللي هو بيسموه نابليون الشرق ورمسيس الثاني صاحب معبد ابو سمبل وصاحب الانجازات العظيمه وصاحب اقدر معاذره السلام، الملكه حتشبسوت اللي حكمت الدنيا كلها في وقت كانت المراه فيه تباع وتشترى، في الملكه تي اللي هي كانت سيده الدبلوماسيه في العالم كله وام اخناتون. فاعتقد ان كل ملك من دول هم دارسينه بره وعارفينه كويس جدا، وفي شوق ان هم يجوا يشوفوه ويتعرفوا تاريخه، خاصه طرق العرض يا استاذنا اكتر من رائعه، طرق العرض تخت، احنا الاول كنا الفاترين عامله زي، انا اسف، زي المشرحه، طرق العرض كانت طرق قديمه، ولكن حضرتك في القاعه الجديده شيء مبهر مبهر مبهر، يعني اول حضرتك الالوان الاضاءه طريقه العرض، كمان هنشوف التوابيت الجديده، لان الاول كنا بنعرض مومياوات فقط، ولكن المره دي هيبقى عندي التابوت كمان اللي احنا لقينا فيه الموميا، كمان الاكس راي، هنلاقي كمان الدي ان ايه اذا اتعمل ليها بعض الافلام الترويجيه، هيبقى جنب كل موميا هنلاقي تابلت، هنقدر من خلال التابلت ده انا كزائر ممكن اعرف كل التقارير اللي كتب عنها سواء طبيه او اي الاكس راي بتاعها، او اشوف المومياوات وهك السي في كمان بتاعها، هنرجع كل عيله او كل عائله لاصلها مره اخرى، يعني مثلا حتشبسوت وتحتمس الثالث، يمكن حضرتك شفت السوشيال ميديا بيتكلم عن الموضوع ده امبارح كتير جدا، التحامسها رجعهم لبعض، الرعامسها رجعهم لبعض، يعني كل واحد يرجع لاهله لابوه لجده، وبالتالي طريقه العرض اكتر من رائعه، وهتخلي حتى الناس اللي شافوا المتحف القديم وشافوا المومياوات في المتحف القديم عندهم شوق ان هم يشوفوا المتحف الجديد بطريقه العرض المبهره، بالاضاءه بالالوان بالمكان، كمان مكان الفسطاط، انت حضرتك لو رحت الفسطاط واكيد شفته، هتلاقي من ناحيه الهرم ومن ناحيه منطقه الاهرامات ومن الناحيه الثانيه قلعه صلاح الدين الايوبي، فاعتقد كمان الفسطاط هي باعتبارها اول عاصمه لمصر، المكان اكتر من ساحر يدعوك لزيارته مره واثنين وثلاثه، فهنيئا لمصر وهنيئا للعالم كله بهذا الانجاز الحضاري، سواء نقل المومياوات او الحفله او متحف الحضاره، فالثلاث اشياء دول انا بعتقد، يعني بشكر القياده السياسيه جدا جدا جدا، لان هذا الرجل داعم للثقافه بطريقه اكتر من محدوده في ظل ازمات اقتصاديه وفي ظل تراجع اقتصادي في دول العالم، لكن احنا امبارح بنرسل رساله الدنيا كلها احنا ثقافه، هي دي قوه مصر الناعمه، وبنقول لهم احنا دايما احنا زي دايما الرئيس بيقول بنمد ايدينا بالسلام، فدي بنقدم ايدينا للسلام عن طريق الفن، بنقول لهم احنا مصر اللي هي بدات منذ الاف السنين واحنا ما زلنا مصر، وهنفضل ان شاء الله رب العالمين. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ مجدي شاكر الخبير الأثري، شكرا جزيلا لحضرتك. من جريدة المصري اليوم من الصفحة الأولى، تمسك مصري سوداني بالالتزام الملزم وتوسيع الوساطة الخاص بمفاوضات السد النهضة، والاتحاد الأفريقي دورنا محايد ومصادر أثيوبيا تستنزف الوقت حتى الملء الثاني. أروح لصحيفة الجمهورية من الصفحة الأولى، مصر بتعرب عن تضامنها الكامل مع الأردن في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة، دي كانت تصريحات مهمة جدا بالأمس للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية عن تضامن مصر الكامل مع الشقيق الأردن فيما يحدث فيها من إجراءات. هنروح لصحيفة الأهرام من الصفحة الستة، خلال مؤتمر الشباب والبنوك مدبولي مصر ضمن أسرع 10 دول نموا في الشمول الرقمي، طبعا ده موضوع محسوس جدا وكل المؤشرات الاقتصادية بتؤكد ذلك تماما، أن مصر الحمد لله في طريق صحيح على النمو الاقتصادي، وكمان الجنيه المصري في أفضل أداء ليه أو من ضمن أفضل سياسات مالية وأفضل عملات على مستوى العالم خلال الفترة الماضية. معنا عبر الهاتف دكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق. دكتور عمرو برحب بحضرتك. اهلا بيك، صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدي. صباح الخير يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. دكتور عمرو، طبعا الاقتصاد المصري في الحقيقه يمكن كان طوق نجاه لمصر خلال جائحه كورونا، في ظل وجود يمكن كبرى الدول عانت كثيرا من الاقتصاد في الفتره الماضيه. صحيح، انا اقول هذا الكلام من قبل، ان لولا برنامج الاصلاح الاقتصادي والجهود القويه والحثيثه والصادقه، وفي نفس الوقت كانت جهود جبارة وفي تحديات، منها ان المؤسسات الدولية، اهمها يمكن المؤسسات الدولية، كان عندها شك في 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 قدرة الاقتصاد المصري وفي قدرة مصر كدولة وشعب على انها تمر بمرحلة نمو بعد ما كان سقطت في النمو الاقتصادي بعد الثورة الواحد 8 من 10، ان احنا نطلع لستة وستة ونص بالمية. ويمكن تفتكر حضرتك في بداية البرنامج لما كان هناك مشاورات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كان البنك الدولي يريد ان يكون هناك ثيرابي شوك او شوك ثيرابي او 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 تاثير بالصدمات، لكن احنا عندنا مدرسه مصريه الحقيقه في الاصلاح الاقتصادي، والسيد الرئيس اكد وكان يعني تاكيده
كبير قبل بداية البرنامج أن يكون في شق اجتماعي مع الشق الاقتصادي. وفعلا الشق الاقتصادي كان مؤلم، وكلنا فاكرين أن كان في البداية المجتمع وبعض الأفراد وطبعا بعض الدوائر اللي احنا كلنا عارفينها كان بتشكك في هذا البرنامج. لكن كلنا برضو نرجع نفتكر كلمات السيد الرئيس وتعبيرات السيد الرئيس وقوله بأن المصريين لابد أن يكون على قلب واحد، وإذا اتحدنا وكنا على قلب رجل واحد ما فيش حد هيفرق ما بيننا. وفعلا دي كانت الدرس، دي كانت النصيحة والدرس اللي مكنتنا من أن احنا نعبر هذه الأزمة. ما كانش حد متوقع أن احنا نقدر نحقق هذه الأرقام وهذه النتائج وهذه المبادرات. وخدنا برنامج صعب زي ما أنا بقول، إصلاح مالي، إصلاح اقتصادي، تشريعات، بنية تحتية، تعديل ضريبي، تشريعات ضريبية، تعديل قوانين، وكان هناك تحولات ورفع في أسعار بعض الخدمات والسلع. لكن حققنا نسب كبيرة جدا ونجاحات كبيرة جدا، أهمها بعد ما ارتفعت بعض الأسعار أو الخدمات أو التشريعات نتيجة التشريعات الضريبية، لكن خفضنا بشكل كبير جدا نسبة التضخم، خفضنا نسبة البطالة، رفعنا نسبة النمو، رفعنا الاستثمار الأجنبي المباشر، قدرنا ان احنا نحقق معادلة صعبة جدا ان انت صحيح تنفق عشان تعمل مشروعات قومية وفي نفس الوقت تتحكم في عجز الموازنة. نعم. فعشان كده بقول احنا عملنا معجزة، وكان في الحقيقة قيادة وكان في حكمة وكان في مثابرة. وانا بقول وباكد على هذه النقطة البوليتيكال ويل او ما يسمى بالإرادة السياسية. لولا الإرادة السياسية وقوة الإرادة السياسية وإيمان الإرادة السياسية بقوة هذا الشعب. نعم. على أنه نعم. هيعبر وهيستحمل، ما كناش مرينا بهذا صحيح. البرنامج اللي البنك الدولي أو كريستينا جعد قبل هي إشادات، هي دولية إشادات دولية دكتور عمرو في البرنامج الاقتصادي المصري، يعني مدرسة، وقالت أنها سكسس ستوري، يعني نعم. نجاح عايزين نتعلم نعم. منها الحقيقة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، شكرا جزيلا لحضرتك. كمان خلال هذا المؤتمر، مؤتمر الشباب والبنوك، لنا لقاء مهم جدا مع دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ونعود لحضراتكم فقرتنا الجديدة بعد موجز الأخبار إن شاء الله، ابقوا معنا. أعزائي مشاهدي قناة النيل للأخبار، بتنظم وزارة الشباب والرياضة المؤتمر الأول من نوعه في مصر، وهو مؤتمر الشباب والبنوك، بهدف التعرف على التحول الرقمي وأثره في القطاع المصرفي، وأيضا تعريف الشباب بالتحولات التكنولوجية وأيضا التحول الرقمي. للمزيد أكثر عن هذا المؤتمر يسعدنا أن نلتقي بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. بنرحب بحضرتك. أهلا وسهلا ويسعدنا وجودكم للأخبار. إحنا النهاردة بالفعل برعاية دولة رئيس الوزراء وبحضور معالي وزير المالية نائبا عن دولة رئيس الوزراء وبوجوده كوزير مالية، في الحقيقة إحنا وزارة الشباب والرياضة يعني رؤيتنا واستراتيجيتنا وتوجيه القيادة السياسية بتواجدنا مع الشباب وتطوير قدراته وتطوير فكره ومشاركته مع الدولة المصرية، النهج للقيادة السياسية يعني بتوجهنا باستمرار بيه. في الحقيقة احنا بننشئ العديد من المجالات مع القطاعات والكيانات الشبابية والقطاع الخاص، الهدف ان احنا نعمل تنوير وتعريف للشباب بكل مجهودات الدولة المصرية. النهاردة احد هذه الانشطة والمناشط في الحقيقة اللي بنشترك فيه مع بعض الكيانات الشبابية لشرح الديجيتال او الرقمنة في قطاع المصرفي وقطاع البنوك. والسيشنز النهاردة حاضر فيه أكثر من 5000 مجزئين على ورش عمل خلال اليوم للإجراءات الاحترازية. النهاردة طبعا سمعنا يعني شرح مفصل من معالي وزير المالية اللي شرح فيه التطوير المالي المصري وتحديات المالية المصرية في الحقيقة اللي الدولة المصرية بتغطيها، والتحول الرقمي في كل القطاعات، والميزة الكبيرة جدا اللي الشباب بياخدها بشكل كبير جدا. ويمكن عملنا زي ما بيسموه كده تور الراوند، احنا موجودين في مركز تدريب المنتخبات القومية، وقد ايه احنا عندنا منشآت مطورة بشكل كبير جدا اللي كل منتخباتنا بنستوعبها في فندق إقامة وفي صالات تدريب. لكن النهاردة كان في قطاع كتير جدا من قطاع البنوك شرح ايه الميزة اللي بيقدمها للشباب اللي سألنا فيها من خلال معالي وزير المالية. اكيد النهاردة يوم طويل جدا مع قطاعات الشباب اللي جايين من كل الأنحاء، جايين من الصعيد وجايين من الدلتا وجايين من كل المحافظات في الحقيقة،
يمكن احنا جايين وقت متاخر بالليل من محافظه المنيا، لقينا الشباب اللي كانوا معانا بالامس موجودين بيقولوا احنا كنا موجودين والنهارده موجودين، شباب ائتلاف الصعيد، شباب يدير الشباب، كانت كتيره جدا، شباب تحيا مصر، يعني العديد والعديد من كانت الشباب النهارده موجوده بهدف الاورنس او المعرفه وايضا بهدف التدريب. تقييم حضرتك برضو للجلسات وحوارات ايضا يعني وزير الماليه مع الشباب بالنسبه للتعرف على التحول الرقمي، والى اي مدى استطاعت مصر ان تقوم بتغيير في هذا التحول الرقمي؟ هي مش تقييم بقدر من هي دفعه قويه لبرامجنا في هذا القطاع في الحقيقه، اللي يمكن هيزيد الشباب المصري. انا بقول لهم انت متوقع تعرف ايه؟ يعني واحنا بنلف عليهم وبنكلمهم متوقع ان هو عايز يعرف اكتر عن الرقمنة وعن التحول الرقمي ومشتقاته ودور الدولة المصرية والاقتصاد والاقتصاد المصري ودور البنوك للمعرفة، وايضا هناك من يريد ان يأتي او يعرف الشق التدريبي في هذا العمل، وده الهدف الاساسي اللي هيكون موجود النهاردة. ايضا بيهدف برضو الى معرفة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وايضا التعرف على الدعم المقدم في هذا المجال. احنا لنا بيع كبير جدا مشتركين، طبعا الاصل في جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كمان في مبادرة البنك المركزي وقطاع البنوك ومبادرة وزارة المالية، دي كلها محتاجين الشاب ان هو يعرف اكتر، كمان العامل النفسي لتقبله ان هو يكون عنده مشروع ويدرس لانه بيساعد. احنا مشتركين مع مبادرة رواد النيل البنك المركزي ومشتركين مع جهاز المشروعات. الإدارة المركزية للمشروعات أو التدريب هي بتقوم بهذا الدور ممثلة عن الوزارة النهاردة موجودة. احنا بنتعاون مع أكاديمية السادات ونتعاون مع العديد والعديد من المنصات العلمية أو التدريبية في هذا القطاع عشان نعرف الشاب ان هو اعتماده على تنمية ذاته هو تنمية للمجتمع، كمان القطاع الخاص وتطويره هو لازم يكون جزء منه، هو هيبني ذاته، فكرته ممكن تحول إلى مشروع ونديله قرض لهذا المشروع يبدأ يتعامل، لكن العامل النفسي للقروض هو اللي محتاجين فيه يعني نقول فيه كتير وشاب ما يخافش ويبدأ يعتمد على ذاته لأن هو ده الأساس اللي موجود في العالم كله. مراكز الشباب أيضا لها دور برضو في تحويل هذه المراكز إلى قوى إنتاجية واستثمارية، يعني يتم برضو تطويرها من خلال عائد هذه القوى الإنتاجية. مبادرة حياة كريمة أحد هذه المنافذ الكبيرة جدا اللي تبناها فخامة الرئيس وبيدفع بيها والحكومة المصرية كلها بتقوم بيها. إحنا هنستفاد من هذا الموضوع، إحنا بنعمل حاليا 54 مركز شباب بنطور فيهم، وبشكل موازي في 988 مركز شباب أيضا بيتم تطويرهم، من ضمن المرحلة الأولى 51 مركز إداري بيشمل 1500 قرية. مراكز الشباب احنا بنولي بيها وتحويلها الى منافذ منتجة، علشان كده يمكن كنا مع البنك الاهلي المصري وكنا في صعيد مصر في اسيوط ووقعنا مذكرة تفاهم ل 80 مركز شباب مرحلة اولى، بنعمل نفس الموضوع مع بنك مصر، بنعمل نفس الموضوع مع هيئة البريد، هي عوائد مباشرة لمراكز الشباب تطوير شكل حضاري، كمان ده جزء من منهجنا في تحويل هذه المراكز اللي هي في كل قاع المجتمع وقمته كمراكز الشباب ان هي تكون مراكز منتجه للشباب ومن الشباب والى الشباب. بنشكرك فندم ملك التوفيق. شكرا شكرا. اتفضل. يعني كما نشاهد يعني دور كبير بتقوم به وزاره الشباب والرياضه من اجل دعم الشباب وايضا اطلاعه على التحول الرقمي ودوره في تحقيق التنميه المستدامه. شكرا لكم والى اللقاء.